بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم على قناة محمد عبده مع الصف الاول الابتدائي ومنهج اكتشف للفصل الدراسي الاول مع المحور الثاني العالم من حولي والفصل الثالث فيه اللي هو بعنوان زراعة الغذاء في العالم من حولنا، وده الدرس الثاني في الفصل الثالث من المحور الثاني، وترتيبه من بداية الفصل الدراسي الاول هو الدرس 48. ما تنسوش حضراتكم الاشتراك في القنوات بتاعتي اللي موجودة تحت الفيديو، الروابط بتاعتها وجروبي على الفيسبوك وتعليقاتكم الطيبة اللي منتظرها مش لقيها لغاية دلوقتي، يعني هو يمكن عشان الاجازة انا ببررها لنفسي يعني الحقيقة، واعجاباتكم عشان ده كله يوصل القناة للناس اللي محتاجة الدروس دي ولأول مرة يعني تمسك المنهج ده او تشتغل فيه، وللامهات برضو انا بتكلم مع الامهات زي ما بتكلم مع المعلمين والمعلمات، يعني ده برضو في البيت بيطبقوا ولي الامر مع ابنه بحيث ان هو يقعده جنبه والحتة اللي غامضة يوقف الفيديو ويشرحها له ويفهمها له، يعني امهات بتسألني انت بتشغل المدرسين؟ لا بالعكس، ده انا شغال ولي الامر قبل المدرس، لان ممكن يكون ولي امر تلميذ في المدرسة ما بيشتغلش يعني بالصورة اللي احنا بنطلبها، مثلا لو ان الحمد لله يعني نتعشم انه يكون ان شاء الله الكل بيشتغل بيه. تعالوا بينا نشوف درسنا التاني وايه الاهداف بتاعته او نواتج التعلم بتاعته، ان في خلال هذا الدرس التلاميذ هيعملوا ايه. هيقروا قصة عن الفواكه والخضروات اللي بتتم زراعتها في الشتاء او في الصيف. هيصنفوا الفواكه والخضروات بحسب ما يتم زراعته في الصيف او في الشتاء. برضو هيشرحوا اهمية الفاكهة والخضروات، وهيحددوا اختيارات الاطعمة الصحية. طيب ايه المواد المستخدمة عندنا؟ كتاب التلميذ، اكتشف، وقلم رصاص، واقلام تلوين، وسبورة او ورق القلاب او جهاز عرض، واقلام تحديد. درسنا التاني اكتشف برضو 90 دقيقة. في الدرس ده بنحاول ان احنا نستعين بالمقدمة دايما عشان نشرك التلاميذ ونراجع المعلومات اللي فاتت او نذكرهم بدرس اليوم السابق. هنحاول نرجعهم على امبارح تاني اللي عملناه. اكتشفنا امبارح اشياء مختلفة بتحدث في فصول السنة الاربعة عشان نراجع اللي احنا تعلمناه. تعالوا افتحوا الكتاب على نفس الصفحة 123 واشيروا الكلمات اثناء ما ارددها انا بصوت عالي. هنفتح كتابه، يعني التلميذ هيفتح كتابه صفحة 123 ويقرأ كلمات نص فصول السنة الاربعة، وبعدين بعد كده هنقول لهم يعني حاول ان انت تعدل بقى على حسب مستوى مهارات التلاميذ في القراءة والكتابة عندك. هنقول لهم ان احنا اكتشفنا امبارح ان احنا بنلبس ملابس بتجعلنا نشعر بالدفء في فصل الشتاء، واكتشفنا برضو ان في ملابس بتجعلنا لا نشعر بالحرارة بتاعت الصيف، يعني بنشعر بالبرودة زي ما قلنا. ودلوقتي هنتعلم الاختلاف بين الفواكه والخضروات في فصلين الشتاء والصيف. هنكتشف مع بعض ان الفواكه والخضروات اللي بتنمو في فصل الشتاء واللي بتنمو في فصل الصيف. تعالوا نفتح صفحة 123 هنلاقي الصفحة فيها الشتاء ام الصيف. اقرأ القصة وبعدين حط لنا خط تحت الفواكه والخضروات. بصوا معايا على الصورة. الصورة فيها راجل بيزرع في الارض، بيرمي بذور في الارض. الراجل ده احنا بنسميه الفلاح. الفلاح ده مهمته مهمة عظيمة جدا، لان هو سبب يعني نمو الخضروات والفواكه ورعايتها. فالفلاح ده بيقوم بزراعة الفواكه والخضروات، يعني في فصل الشتاء بيزرع الطماطم، بيزرع الجزر، بيزرع البنجر، في فصل الصيف بيزرع البرتقال، وبيزرع المانجو، وبيزرع العنب. الحاجات اللي احنا قلناها دي بيزرعها الفلاح
يبقى احنا المفروض نشكره ونقول له شكرا لك ايها الفلاح. تعالوا كده حطوا لي خطوط على كل فاكهة او خضار قلناه. تعالوا نشوف فصل الشتاء في الطماطم وفي الجزر وفي البنجر، طبعا منهم الفاكهة ومنهم الخضروات، يعني احنا هنحط خط تحت اي فاكهة او اي خضار. برضو في فصل الصيف عندنا البرتقال وعندنا المانجو وعندنا العنب. طيب تعالوا بقى كده نيجي في الجدول بتاعنا اللي تحت الكلام ده. الجدول ده بيقول لك اكتب لنا فيه فاكهة واحدة او خضار واحد في كل فصل من الفصول بتاعتنا. اختار زي ما يعجبك. في الشتاء مثلا هتقول الرمان مثلا، خلاص. طب مش عارف تكتب الرمان، حاول ترسم صورته. طيب في فصل الصيف تكتب اي حاجة، تكتب الخيار مثلا، ومش عارف ارسم صورته. عايز تعمل الاتنين اعملهم، اكتب وارسم الصورة بتاعته. اذا احنا هنا على فكرة يعني دلوقتي ما عادش خضار الصيف في الصيف بس، ولا عادش خضار الشتاء في الشتاء بس. الصوبات الزراعية اللي هي بتبقى معمولة في الصيف بدرجة حرارة الشتاء وفي الشتاء بدرجة حرارة الصيف، فبنلاقي حاجات مش في المواسم بتاعتها. ودي يا ريت برضو نلفت نظر الأولاد عشان ما تقول لهمش حاجة في الصيف وبعدين يجوا في الشتاء يلاقوها، أو تقول لهم حاجة في الشتاء وبعدين يجوا في الصيف يلاقوها. فنبههم للحتة دي عشان يبقوا عارفين. زي ما قلنا ان احنا هناخد بيئة نفكر في الفاكهة بتاعتنا او الخضار المفضل عندنا اللي انتوا بتاكلوها في فصل الصيف او في فصل الشتاء. فكروا في فاكهة او خضار مش موجودين في القائمتين اللي احنا شرحناهم دلوقتي اللي كانوا قدام الفلاح. قوموا باضافة فاكهة واحدة او خضار واحد بس لفصل الصيف والفصل الشتاء، يعني يا فاكهة يا خضار، واحدة هنا وواحدة هنا. وتقدروا ترسموا صورة إذا كنتوا ما انتوش عارفين تكتبوا زي ما احنا عملنا كده ووريناكم. هتوضح لهم أهمية أكل مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات في رسم طبق في فاكهة وخضروات من كل لون، ده في الصفحة التانية اللي هي صفحة 124 اللي هو طبقي الملون. العنوان بتاع مكتبك طبقي الملون. الفلاحين لهم مهن مهمة. الفلاحين بيقوموا بيزرعوا، يعني شغلتهم ان هم بيزرعوا الفاكهة والخضار عشان ناكلها. بنحتاج للفاكهة والخضار ليه؟ عشان نحافظ على صحة أجسامنا. من المهم جدا ان احنا ناكل كل ألوان الفاكهة والخضار، ما تقولش على حاجة انا ما بحبهاش وحاجة انا بحبها، لان الكل خلقه لنا الله سبحانه وتعالى والكل له فوائد للجسم، وطبعا لها ألوان مختلفة وبتساعد أجسامنا بأشكال مختلفة. تعالوا نشوف صفحة 124، هنلاقي طبق الملون في صفحة 124 لون. لون انت الفواكه والخضروات باللون المناسب. هو جايب لك هنا الوان قوس قزح بالشكل ده كده، يعني ترتيب الوان قوس قزح، الاحمر والبرتقالي وبعدين الاصفر وبعدين الاخضر وبعدين البنفسجي وبعدين الازرق. والله حبيت تلون الجزء ده ماشي، يبقى انت لونته وعرفت قوس قزح شكله ايه، يبقى ده اجمل كمان. وبعدين تعالى في اللون الاحمر هنا شوف ايه المناسب اللي ممكن هنا تلونه باللون الاحمر، الفراولة مثلا، الطماطم مثلا، هنا ايه اللي تلونه باللون البرتقاني، البرتقال مثلا، اسمه برتقال على فكرة مش برتقان، لا برتقال. ويعني وهكذا وانت ماشي كده. اللون الاصفر هنا تشوف ايه تلونه باللون الاصفر، اللون الاخضر ايه تلونه باللون الاخضر، القرنبيط مثلا زي ما احنا شايفين، او مثلا اذا كان الكمثرى الازرق برضو، وهكذا زي ما بقول كده. هتلون يعني كل جانب يكفي واحدة بس تلونها. حبيت وعندك وقت في الفصل اديهم ان هم يلونوا على قد ما يقدروا ومعاهم الالوان بتاعتهم طبعا. وقلنا دايما الوانهم تكون الالوان الخشب مش الالوان الفلماستر ولا الالوان المي. هيلونوا الفواكه والخضروات
بتاعت قوس قزح زي ما قلنا باللون المناسب. هنلاقي تحتها على طول في رسمة تانية لطبق، يعني عايزينك ترسم حبة فاكهة واحدة او خضار واحد من كل لون في الطبق بتاعك اللي هنا. وبعدين هنقول لهم طبعا انتوا كده احسنتوا تلوين قوس قزح اللي فيه الفواكه والخضروات للطعام اللي بيجينا من المزارع، له الوان مختلفة كتيرة جدا. ودلوقتي يلا نملى كده طبق بطعام واحد من كل لون واحنا ماشيين. طيب هتتجول حضرتك في الفصل وتقدم التوجيهات والملاحظات على حسب حاجة التلاميذ، وبعدين هتقول لهم ان احنا اتعلمنا اشياء عن الفاكهة والخضروات. على فكرة انا بصغر الخط مرة واكبر الخط مرة عشان الاقي حد يعبرني ويقول لي تحت خطك صغير، خطك مفيش حد بيتكلم. هيقول لهم احنا اتعلمنا اشياء عن الفاكهة والخضروات، واللي اكتشفناه ان الفواكه والخضروات وجبات خفيفة صحية. ايه نوع الوجبات الخفيفة اللي انت بتتناولها وبتحبها؟ ارفعوا ايديكم واذكروا وجبة خفيفة بتحبوا تناولها، واسمع ارائهم وشوفوا عدل التعديلات اللي في ملاحظات او اي حاجة، وبعدين تقول لهم ان الوجبة الخفيفة اللي بتحتوي على كثير من السكر دي غير صحية لأجسادنا، جسمنا مش يعني لو كلنا أكلة فيها سكر كتير السبب او انه بيعمل تسوس الاسنان، يعني سبب تسوس الاسنان هو الوجبة الخفيفة اللي فيها كمية سكر كبيرة. عارفين يعني ايه تسوس الاسنان؟ نسمع كده منكم وبعدين نوضح لهم يعني ايه سبب تسوس الاسنان وان الاسنان بتتاكل وانها بتسبب الالم والحاجات دي كلها. طب مين من الوجبات الخفيفة، اي من هذه الوجبات الخفيفة صحية؟ يعني هتقول لهم شوية وجبات وتسمع منهم ايه الخفيف اللي هو صحي. طيب بعد كده هيرفعوا ايديهم ويقولوا وجبة وتسجلها في القائمة على السبورة للوجبات الصحية داخل منها. هتقول لهم في طرق تانية نقدر من خلالها ان احنا نحافظ على صحتنا، اللي هي شرب الماء. شرب الماء مهم جدا جدا جدا، بدل ما بتاخد مشروبات بتحتوي على سكر، لا، الماء شربه مفيد للجسم جدا. وتذكروا ان السكر بيسبب التسوس سواء كلناه او شربناه، عشان يعني نضيف بقى شرب المية للقائمة بتاعتنا. دلوقتي هنتحدث عن الافطار اللي بناكله الصبح لما بنصحى من النوم ونشطف وبناكل، نتناول الافطار بتاعنا عشان نحافظ على صحتنا بوجبة الفطار اللي هي كل يوم دي، ودي مهمة جدا. واذا ما اكلتش كل يوم هتحس ان انت دايخ وان انت تعبان وان انت كابس عليك النوم وان انت مش مركز، كل ده في الفصل. عشان كده لازم ناكل الافطار. طب انا عايز اعرف بقى مين فيكم بيفطر الصبح وبيفطر ايه؟ يا ريت تقولولي طعام واحد من الاطعمة اللي انتوا بتتناولوها في الفطار. تعالوا نتدرب على اعداد خيارات طعام صحي. افتحوا الكتاب بتاعنا صفحة 125، هنلاقي في الصفحة دي الطعام الصحي. هنرسم دائرة صور، هنرسم الدائرة حوالين الطعام الصحي. تعالوا نشوف كده، ادي الصور بتاعتنا، 6 صور موجودين، وزي ما احنا شايفين في ايس كريم هنا مثلا وموز وعنب، يعني ممكن نقول عشان يعني متكاملة شوية، يعني ده وجهة نظري انا، اذا كان بتختلف فيها مش قضية، يعني ممكن تقول لي لا الايس كريم مش كويس، خلاص ماشي، لكن انا رأيي عشان فيها يعني فواكه تانية فهتكون مفيدة، لكن الايس كريم لوحده لا، المصاصة لوحدها لا، شرب المية ده مهم جدا، الكاكولا لا. هنا دي برضو زي اللي هنا بالظبط، دي وجبة صحية او يعني طعام صحي يعني.
يعني إذا اختلفت معاك مش قضية، لكن المهم الأولاد يقولوا وجهة نظرهم، وأنت بتتجول في الفصل وبتقدم لهم التوجيهات بحسب الحاجة. في الختام، دي هي نهاية القسم بتاع اكتشف. خلصنا كده درسين اكتشف. حاول تنهي الدرس بأنك تجعل التلاميذ يفكروا في قسم تعلم اللي هيجي من الدرس اللي جاي. اكتشفنا النهاردة ان الفواكه والخضروات أطعمة صحية. وقبل ما نسيب الكتاب، شوف كل زميل مجاور لك، يعني كل زميل يشوف المجاور له ويتكلم معاه عن الأطعمة اللي ما حطش عليها دائرة في الصفحة دي، وقول له ليه انت ما حطتش عليها دائرة، ليه غير صحية، عشان تتناقش معاه. وكده يكون اكتشفنا النهاردة ان الفلاحين بيزرعوا الفواكه والخضروات. وفي القسم اللي جاي ان شاء الله، اللي هو في تعلم، هنشوف ايه، هنعرف المزيد عن اللي الفلاح بيعمله، وليه الحاجة اللي بيعملها دي مهمة غير زراعة الفواكه والخضروات. وبكده يكون وصلنا لنهاية لقائنا النهاردة. شعار القناة هنا، حط الماوس عليه بس من غير ما تضغط، هيظهر لك كلمة اشترك، اضغط عليها هيزيد العدد واحد، وهيظهر لك الجرس، ضروري تضغط على الجرس عشان يجي لك رسالة بأي فيديو أنا أنزله. إذا كان في مشكلة في الإيميل، أنا عامل فيديو بشرح فيه إزاي تعمل إيميل وتشترك في أي قناة، الرابط بتاعه تحت الفيديو، تابع ونفذ اللي فيه واعمل إيميل جديد على جيميل، مش الإيميل بتاع الفيسبوك. لو حبيت تعمله هو ماشي، بس لازم تعمله على جيميل. يعني إذا كتبته هو مش مشكلة يعني، لأن أنا عملت كده. وبعدين عجبك الفيديو بقى، اكون شاكر لك لو ضغطت لي على العلامة دي، عشان اطمئن بس كم واحد عجبهم الفيديو. وما عجبكش الفيديو ولك ملحوظة، يا ريت تكتبها لي، هتضغط على العلامة التانية مش مشكلة، لكن في ناس لا بتضغط على دي ولا بتضغط على دي، وبتتفرج وبتاخد بعضها وتمشي. يعني من رأيي يعني ادي كل ذي حق حقه، يعني والله انت تعبت بارك الله فيك، لا انت مش شغلك مش حلو، مش شغلك مش حلو، في ملحوظة كذا انا شفتها مثلا. هنا هحط لك رابط الدرس اللي فات السابق، وهحط لك القايمة بحالها بتاع متعدد التخصصات اللي فيها ال 47 درس اللي فات، وده هينزل معاهم. و هحط لك قائمة التشغيل بتاعت مادة الرياضيات اللي هي التانية للدروس من 31 لغاية 60، لان انا حطيت قبل كده من الدروس من 1 لغاية 30 في الفيديوهات، لغاية الدرس 30 اللي اشتغلتها مع حضراتكم في المتعدد، حطيت لغاية الدرس من القائمة بتاعت من 1 ل 30. بكده يكون وصلنا لنهاية لقائنا النهاردة، اشكركم مع اطيب تمنياتي بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.